طيب كمل الآيات. عسى ربه إن طلقكن، يهدده، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. حتى لا يجي واحد وهابي زعطوط ويقول أنه عائشة خير البشر، ما أدري، خير النساء، أفضل النساء، حبيبة رسول الله، ما أكو أحسن منها، نزل القرآن من فوق سبع سماوات في تبرئتها في قصة الإفك، والله كلك كذب. نزل القرآن في ذمها، في تقريعها، مو نزل القرآن في تبرئتها، القضية معكوسة. أما المشكلة أنه على قلوب أقفالها، وإلا إذا شوية تدبر في سورة التحريم، مفروض أي إنسان منصف عاقل مسلم يتدبر في سورة التحريم يسقط عائشة وحفصة من الاعتبار خلاص. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، يعني إذن الله يثبت أن هنالك نساء أخريات خيرا من عائشة وحفصة. خب شنو مواصفات تلك النساء؟ مسلمات. إذن العكس شنو بالنسبة إلى عائشة وحفصة؟ كافرات. مؤمنات، يعني عائشة وحفصة منافقات، منافقتين. قانتات يعني مطيعات، مطيعات لله، مطيعات لرسوله، أنتوا لا. تائبات، أنتوا ما تتوبون، أنت توبى إلى الله، هذول ما تابوا، لأنه ما نزلت آية قرآنية أخرى تثبت توبة عائشة وحفصة. أكو ما أكو آية واحدة فقط تقول تطالبهما بالتوبة، آية أخرى ما نزلت في أن تثبت أن عائشة وحفصة تابتا حقا وفعلا. تائبات، عابدات، سائحات، سائحات يعني إما صائمات أو مهاجرات في سبيل الله أو عاملات في سبيل الله، ثيبات وأبكارا. إذا كل هذه المواصفات ما كانت تنطبق على عائشة وحفصة. إذا القرآن نزل في عائشة هكذا، الله تبارك وتعالى هكذا يصفهما عائشة وحفصة بأنهما مخطئتان، مذنبتان، عاصيتان، ويهددهما ويجعلهما حربا لرسول الله وله لله تبارك وتعالى. وكمل الآيات وشوف. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. الله يضرب مثل لمن؟ للذين كفروا. إذن يثبت كفر عائشة وحفصة حيث يضرب لهما مثلا بزوجتي نبيين من أعاظم الأنبياء صلوات الله عليهم، نوح ولوط عليهما السلام، ويبين لهما أنه مو مجرد كونكما زوجتي لنبي هذا يغني عنكما العذاب، يصرف عنكما العذاب، لا أبدا أبدا.